عنده تم على هادشي اللي كيقول دابا هذا ما اسمي تدخل وخرج في الهضره. شنو شنو كيقولوا كيقول شنو شي كيقول هذا تدخل وخرج في هذا واللي خرج على التحالف في اطار الاغلبيه هذا كيخدم شي اجندا شي اجندا خصو يوضحها غير ما تكون اجندا ديال مناهضه الفساد لا اجندا ديال خدمه الفساد. ما كاينش جوج الاجندات كاين جوج كاينين ستين ما كاينش ثلاثه ولا اربعه كاين اما غتنهض الفساد ولا تخدم الفساد ولذلك اللي خرج على المنطق ديال الاغلبيه خصو يوضح اش كيدير خصو يشرح اش كيدير. انا كنقول لك دابا كان هو ولا حنا ولا التقدم الاشتراكي ولا الحركه الشعبيه ما تقيدش منين ما تقيدش بالتحالف بمعنى ما مقتناش بالاطروحه التحالف. وشنو هي الاطروحه ديال التحالف؟ هي تنهض الفساد بمعنى دابا الا ما اقتنعتيش بالاطروحه بمعنى كاين شي طرف في التحالف ما كيخدم الفساد اولا منين الا ما اقتنعتيش بالتحالف بمعنى قدر تميت في احضان شي جهه مفسده. انا كنقول لك بجوج الاحتمالات لا ثالث لهم وانا هنا لا اميز بين هذا الاتجاه وهذا الاتجاه. اللي خرج يوضح دابا الى الاتحاد خرج الى الاحرار خرجوا في شي مدينه خصهم يوضحوا والا حنا خرجنا في شي مدينه خصنا نوضحوا والا البي بي اس خرج في شي مدينه خصو يوضح والا الحركه الشعبيه خرجت خصها توضح. هو المنطق ديال الاغلبيه وديال التشرف اللي كيقول التحالف دابا ينفجر هذا غير هذا كيضحك على نفسه وكيضحك على المغاربه. دابا تفضلوا نمشيو للانتخابات السابقه لاوانها دابا كاين اللي يقدر يمشي للانتخابات السابقه لاوانها هذيك بلا مزايده بلا دون مزايده بلا ما يزيد حتى واحد على راه مشينا للانتخابات السابقه لاوانها راه باينه النتيجه ان شاء الله نمشيو بعد سنه الانتخابات في ظروف عاديه راه باينه النتيجه. ولكن هادشي ديال الاغلبيه والاغلبيه التبلوكا كلام خاوي هذا كلام فارغ حتى واحد ما بقى كي حتى واحد ما قد يهدد بهذه القضيه ديال الحكايه ديال الاغلبيه والبلوكاج والازمه. راه كاينه شحال سميتها انتخابات سابقه لاوانها اللي ما بقات لها غير عام اي عام والسلام ولا بغاو المغاربه نفضوا هذا الشيء قبل من عام نفضوا. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.